احمي نفسك، احمي بلدك، خليك في البيت. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، اوعى حد فيكوا يقلق، كلنا معاكوا، بس خليكوا في البيت. عشان نفسك وعشان كل اللي بتحبهم، stay safe, stay home, stay online. أبنائي الطلبة، stay home, stay safe. خليك قد المسؤولية وخليك في البيت. عشان تحافظ على نفسك وعلى الناس اللي بتحبهم، خليك في البيت. ما تخافوش، حافظوا على نفسكوا، حافظوا على الناس اللي بتحبوهم، وخليكوا في البيت. شباب الأكاديمية، من أجل سلامتكم، خليكوا في البيت. علشان مصلحتك وعشان مصلحة كل الناس اللي بتحبهم، الفترة دي خليك في البيت. Stay at home, stay safe. طلاب لوجيستكس أسوان، وحشتونا، خليكوا في البيت. خليك في بيتك والمحاضر هتوصل لك لحد عندك. Stay safe, stay at home. من فضلكم خليكم في البيت، خلوا بالكم من بابا وماما وتيتا وجدو، دي أهم حاجة دلوقتي. خليك في البيت عشان نحافظ على حبايبنا وعشان نحافظ على مصر. خليك في البيت عشانك وعشان أسرتك وعشان بلدك. علشان بلدنا وعلشان نرجع تاني نتجمع. Stay home, stay safe. عشان خاطر الناس الكبيرة، عشان خاطر الناس اللي عندهم ضعيفة. طيب عشان نعرف ننزل تاني، خليكوا في البيت. عشان عيلتك، عشان أسرتك، عشان أصحابك، عشان كل اللي بتحبهم، خليك في البيت. Stay home, stay safe. عشان خاطر صحتك وصحة أسرتك، عشان خاطر حبايبك، عشان خاطر مصر، stay home. علشان خاطر أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بتحبهم، خليك في البيت. Stay home, stay safe. مش عايزينكم تقلقوا خالص، احنا معاكم، موجودين عشان نساعدكم في اي حاجه انتم محتاجينها. بس هنطلب منكم طلب واحد بعد اذنكم، stay home and stay safe، وحافظوا على نفسكم لحد ما نشوف بعض تاني على خير ان شاء الله. خليك في بيتك علشان نفسك، عشان اهلك، علشان اصحابك، علشان مصر، خليك في بيتك.